أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حقوا قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أهلالا بين الأذقان فهم مهمون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بموت وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وادعوا لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها مرسلهم إذ أرسلنا إليهم منيس إذ أرسلنا إليهم مثنين فكذبوهما فأرسلنا بثالثين فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم من العذاب أليم. قالوا طائركم عنكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدوء لا تنعني شفعته شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. كلاه للجنة قال يا ليت قومي يعلمون.
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا المنزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا أسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مهدرون. وآية له الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقل لها ذلك تدير عزيز عليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلوا في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نريهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات ربه إلا كانوا عنها موردين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنؤم المول لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهو يهشمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهله يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم نظلم نفس سيئة ولا تظلمون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب جنات يوم في سرور فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم.
واتذوا يوما أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوما بما كنتم تكفرون اليوم نتم على أخوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناه على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نؤمره نكسه في الخلق أفلا ينقلون وما علمناه سرا وما يبل الله إن هو إلا ذكر والقرآن المبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن آمن فهم لها مالكون وزلناها لهم في وزلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافيء ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أرضا نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخالق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن أعلم القرآن خلق الإنسان أعلمه بيان الشمس والقمر بالحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا نرى رو في الميزان وأقيموا وزن بالقسط ولا تسروا الميزان وارعوا ضوضاءها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق جانا من مريض من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مراج بحرين التاكيان بينهما بغزاه لا يريان فبأي آلاء ربكما تكذبان يهرج منهما لؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله جوار منشآت في بحر كأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبكى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنبرر لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إني استطعت أن تنفذ من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يوصل عليكم معاش وزن من نار ونهاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكان وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يراب مرجمون بسماهم فيخاذون بالنواسي وأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها مجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش والطائف من
اضطراب اضطرب وجانا جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات طرفي لم يمس فيهن قاصرات طرفي لم يمسهن إنس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن ياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء إحساني إلى إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مهدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ورمان فيهما فاكهة والنخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن حيرات إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في خيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رافعه متكئين على رب حور وعقارين إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في الخلق رحمن من تفاؤل فارجعي بشرا هل ترى من فطور ثم ارجعي بصرا كرتين ينقلب اليك بصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربه عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سأله خزنتها ألم يأتكم
لكم نذير ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكنا من نذر الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نكيل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بالذنب فسكا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بريب لهم مغفرة وأجر كبير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يحسب بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف النذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يرى إلى تريف فوقه سافتي ويبد ما يمسكهن إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير آمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إني كافرون إلا في غرور آمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوٍ ونفور في أطو والنفور أفمن ينسي مكيبا على وجهه أهدى أما يشي سويا على صراط المستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تنشرون ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين قل إنما علم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن يرحمه راهمنا فمن ينذرك بثينا من عذاب أليم قل هو, الل...
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مئين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.